شكرا كريستين، بجد ترحب فيك دكتور إبراهيم في هذه الحلقة. قبل ما نبتدي بقراءة الواقع على الأرض فيما حصل بالأمس، لابد من معلومات. الزميلي إبراهيم تسوقي موجود على الأرض في موقع ما حصل بالأمس في محيط فندق دوروي. إبراهيم صباح الخير. صباح الخير مالك. مش بس الأمن العام نزلوا قوات النخبة، نحن كمان نزلناهم. تفضل الهوى لك مالك. هنا في منطقة الروشي الطريق لا تزال مقطوعة في المحيط فندق دوروي الذي شهد تفجير يوم أمس. هناك مربع قطره حوالي 150 متر مربع لا يزال مقطوعا، يعني من طلعة الروشي إلى مفرق السفارة السعودية ومن قرب مبنى الحزب القومي إلى الطريق المقابلة التي تمر من قرب فندق السفير. لا يزال الجيش اللبناني يضرب طوقا حول هذه المنطقة، وأيضا هناك عناصر من الأدلة الجنائية كما شاهدنا منذ قليل دخلت إلى الفندق، وهي لا تزال تعمل على رفع الأدلة من داخل الغرفة التي شهدت التفجير يوم أمس وهي في الطابق الثالث. سنشاهد في الكاميرا الغرفة، ربما قد يظهر بعض عناصر الأدلة الجنائية وهم يرفعون الأدلة. بحسب المعلومات مالك فإن يعني قوى الأمن، قوى مجموعة من الأمن العام كانت بدأت حوالي الساعة الرابعة جولة على الفنادق المحيطة في فندق دوروي، وهي كانت تدقق مع مكاتب الدخول في هويات النزلاء والأسماء والبطاقات الشخصية حسب ما فهمنا من موظفين في الفنادق المحيطة. يبدو أنه عندما وصلوا إلى فندق دوروي وبحسب المعلومات فهناك من قام بإبلاغ السعوديين في هذه الغرفة بما يجري في الفندق، وهذه يعني يبدو أن الأمن العام كان على علم بأن هؤلاء الأشخاص هم المطلوبين الذين يجري البحث عنهم. الأمن العام يتحدث عن أن هذه العملية نفذتها قوات النخبة وبإشراف اللواء عباس إبراهيم مباشرة وبقيادة النقيب طارق الضيقة. عندما بدأت المداهمة بدأ بتنفيذها عناصر من الأمن العام بثياب مدنية، وقد دخلوا إلى الطابق وصعدوا إلى الطبقة الرابعة قبل أن يعني كانوا يحاولون تطويق الغرفة من داخل الفندق، كما كان هناك إسناد في المنطقة المحيطة بتأمين الطرق المؤدية إلى الفندق. عند بدء المداهمة على الغرفة بحسب الرواية يعني هناك من يتحدث عن أن العبوة التي انفجرت لم تكن في حزام ناسف وإنما كانت داخل حقيبة. طبعا هذه المعلومة للتأكد. يقال أن الشخص أو الذي مات أحمد عبد الرحمن السواني قام بقذفها مباشرة على باب الغرفة، ما أدى إلى جرح ثلاثة عناصر من يعني هذا ما يبرر جرح عناصر الأمن العام، أنه رماهم بالحقيبة في إحدى الروايات. صحيح. ويعني هذه الرواية تقول أيضا أن السعودي الآخر عبد الرحمن الشنيفي حاول وكان يعني مصاب ببعض الحروق جراء احتراق الغرفة، حاول القفز من شباك أو نافذة الفندق إلا أن عناصر قوى الأمن العام ألقوا القبض عليه وأمسكوه قبل أن يلقي بنفسه من الشرفة. كما تلاحظ مالك يعني الفندق لا يبعد كثيرا عن السفارة السعودية، وهذا يعني لربما كانت مصادفة، وإنما يعني السفير السعودي كما سمعنا خلال الموجز قال أنه لم يجزم بعد بهوية هذا، ولربما كانوا يحملون جوازات سفر مزورة. ولكن بحسب المعلومات التي كنا أذعناها ليلة أمس فأن قوى الأمن العام كانت استكملت مداهماتها في عدد من فنادق العاصمة. كنت بدي أسألك عن موضوع المداهمات لأنه بالأمس كان في الكثير من المداهمات. ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول موضوع ليل مبارح؟ يعني بحسب معلومات مؤكدة فإن المداهمات شملت أكثر من 7 فنادق في بيروت وفي على مداخل العاصمة.
هذه المداهمات أسفرت عن توقيف 3 أشخاص من التبعية السورية ومن التبعية السعودية، هم الآن بحوزة القوى الأمنية. ولكن المعلومات تؤكد أيضا أن البحث لازال مستمرا وجاريا بحثا عن مطلوبين آخرين، يعتقد أنهم لا يزالون موجودون داخل بيروت. وبحسب معلومة أمنية حصلنا عليها الليلة أمس مالك، فأن أحد الفنادق في بيروت كان قد أبلغ القوى الأمنية أنه يعني تحديدا بعد وقوع الانفجار، أن أحد نزلاء هذا الفندق وهو من جنسية عربية غادر الفندق وترك أغراضه داخل الغرفة، ولكنه لم يعد ليلة من بعد وقوع الانفجار. هذا ما دعا القوى الأمنية إلى التشدد بحثا عن هذا الشخص الذي يعني يبدو أنه لا يزال في داخل مدينة بيروت أو في محيطها القريب على الأقل. على كل حال، أي جديد في موضوع أكان التحقيقات أم حتى المداهمات في بيروت سنعود إليك في حال وروده. شكرا لك إبراهيم تسوقي من موقع التفجير بالأمس في منطقة الروشة. دكتور وفيق، يعني اليوم هذا التفجير وقبله في الطيونة وقبله على ظهر البيدر، هذه السلسلة هل تشي بأن التفجيرات عادت إلى لبنان؟ يعني هذه التفجيرات تحاول أن تعود إلى لبنان، لأن لغاية اليوم لم تكن تفجيرات ناجحة. هي ناجحة يعني كما يريدون هم وليس نحن. يعني تفجير ظهر البيدر كان عبثيا، والتفجير الضاحية لم يتمكن من اختراق الضاحية إنما وصل إلى أطرافها وهي مناطق غير محمية أمنيا. والتفجير والمداهمة الروشة تدل على أن هناك عين أمنية سائرة للمرة الأولى في لبنان منذ نحو عقد من الزمن. نشعر أن هناك اتفاق سياسي انعكس تعاونا على مستوى الأجهزة الأمنية، وهذا أمر جيد. هلا هذا التعاون كمان بين بموضوع متفجر الظهر البيدر. طبعاً. التنسيق ما بين الأجهزة الأمنية أفضل إلى التنافس إلى 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 رصد هذه السيارة وضبطها، وهذا عائد إلى الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة. هو اتفاق سياسي إقليمي انعكس تشكيل الحكومة الحالية. لاحظ مثلا اليوم وزير الداخلية من أهم أصدقائي وفيق صفا، وهو أحد المسؤولين الإعلاميين في حزب الله. هذا يشي يعني بأمور حسنة على المستوى الداخلي لبنان. داعش في لبنان منذ مدة بدليل مش من هلأ. لا مش من هلأ، داعش مسمى لفكر موجود في لبنان منذ عشرات السنين. وهو يتبدى مثلا أول امبارح بشكل تظاهرات، يعني التظاهرات اللي حدثت في مدينة طرابلس التي قادها الشيخ سليم الرافعي، أعتقد أنها تندرج في هذا الإطار. وأيضا بعض نواب الشمال المتناقضين اليوم مع الشيخ سعد الدين الحريري، الشيخ سعد الدين عندما أطلق أمس تصريح أدان فيه هذا النوع من الإرهاب، في حين نرى نواب ينتمون إلى كتلته في الشمال يؤيدون هذا الإرهاب، تشعر أن هناك تواقضا. علينا أن نستفيد من موقف الرئيس الحريري باعتقال كل هؤلاء الذين. بدي أسأل أكثر عن هذا الموضوع. القراءة السياسية في التفجيرات والغطاء السياسي للأجهزة الأمنية اللي بلشنا نشوفه على الأرض. ولكن قبل بدي انتقل لوزير العمل سجعان الأزدي، معي في اتصال مباشر على الهواء لسؤاله عن رأيه بما يحصل اليوم في لبنان. مع الوزير صباح الخير. صباح الخير استاذ شريف. مع الوزير أهلاً. مع الوزير، بالأمس الأجهزة الأمنية استطاعت أن تضبط انتحاريين في أحد فنادق الروشة، يعني اقتصر الموضوع على تفجير أحد الانتحاريين نفسه وإن شاء الله بالسلامة، إصابة لعدد من عناصر الأمن العام. بس قبلها كان في تفجير على مدخل الضاحية، وقبلها كان في تفجير على ظهر البيدر. برأي حضرتك اليوم إلى أين يتجه الوضع في البلد؟ اولا يبدو انه في بعض الرعايا العرب ما عم يلتزموا بنصائح دولهم بعدم المجيء الى لبنان وباخذ الحيطه، ولكن اللي ما عم يلتزموا يبدو هم الارهابيين، لانه مش هالنوع من الرعايا الذي نريدهم ان ياتوا الينا وان يفجروا انفسهم ويفجروا لبنان واللبنانيين ويفجروا موسم السياحة والاستياف. وهذا أمر مؤسف للغاية، وأعتقد أننا اليوم دخلنا في مرحلة دقيقة تستدعي لا الحيطة فقط ولا خططا أمنية جديدة ولا اجتماعات عسكرية ومخابراتية، إنما تستدعي
اليقظة الوطنية، بمعنى آخر أن يتم انتخاب رئيس جمهورية. فإذا كانت هذه الأحداث من شأنها أن تلهينا عن كل القضايا الأساسية، فعليها أولا أن تحثنا على انتخاب رئيس جمهورية اليوم قبل الغد. ولكن أعتقد أن الطبقة السياسية في لبنان لا تستوعب عبر الأحداث لا الداخلية ولا الخارجية، كما لم تستوعب بالأساس أمثلات من الحرب التي حصلت في لبنان طوال 30 سنة، إذ عطلت نصاب مجلس النواب وحال دون انتخاب رئاسة جديد، وأصبح لبنان في الحالة في حالة العرقلة الدستورية قبل العرقلة الأمنية. بس اليوم مع الوزير اليوم يعني اليوم في شغور بكرسي الرئاسة، ومفروض أن يملأ هذا الشغور وأن نصل إلى انتخاب رئيس جمهورية، ولكن في حال انتخبنا رئيس جديد اليوم ماذا سيغير من خريطة الوضع على الأرض يلي بدأ يتفلت أمنيا؟ بعد الوزير عم بيقول ممسوك والأجهزة الأمنية عم تضبط، بس اليوم الناس كمان صارت كيف ما بدها تتحرك عم تسأل وين التفجير الجاي. يعني هذا أمر أستاذ شريف لا أحد يستطيع أن يتكهن أين هو التفجير المقبل، ولكن من الواضح أن هناك استهدافا لكل لبنان، لأن استهداف منطقة يعني استهداف كل البلد، فليست المنطقة المحصورة بالاستهداف هي التي ستتضرر وحدها، وليس أهل الشهداء الذين سيسقطون هم الذين يتألمون وحدهم، بل كل اللبنانيين يتألمون مع بعضهم البعض. ولكن من الواضح أن هذه الاستهدافات تشير حسب التقارير إلى أنها امتداد للحرب السورية العراقية، وبالتالي في المناطق التي يتواجد فيها حزب الله باعتبار أنه سبق في الحرب السورية، وداعش لا تتأخر هي أو القاعدة أو جبهة النصرة من إعلان تبنيها مثل هذه العمليات وتتوعد. في هذا الإطار لابد من أن نقف كلنا إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية من دون تعدادها واحدة واحدة، لأنها كلها تعمل من أجل الأمن في لبنان. ولا يجوز المزايدة على هذا الجهاز أو ذاك، لأننا نرى أنهم نجحوا في رصد أكثر من شبكة وأكثر من خلية، وقد استبقوا أكثر من عملية إرهابية أدت، وإن كان الأمر مؤلما صحيح إلى استشهاد فتن من الأمن العام أو وقوع ضحايا، ولكن لو لم تقم الأجهزة العسكرية والأمنية بهذه العمليات الاستباقية لكان فقط عشرات وربما مئات من الضحايا والشهداء. عم يفدوا بأرواحهم الكثير من القوى الأمنية وإلى جانب الجيش إلى جانب الأمن العام إلى جانب فرع المعلومات لكي ينجحوا معا وينسقوا معا من أجل يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه وبأقل الأضرار الممكنة. مع الوزير اليوم بعد قليل تدخل معاليك إلى طاولة مجلس الوزراء في جلسة للحكومة اليوم، هل من أمل بانطلاق مسيرة الحكومة أو عمل الحكومة مجددا في موضوع بحث القوانين والمشاريع، أم لا يزال البحث في موضوع كيفية آلية عمل هذه الحكومة؟ جلسة اليوم مثل ما هو متوقع ستركز على الأمن وعلى انعكاس ما يحصل تطورات المنطقة على الساحة اللبنانية وعلى كيفية إنقاذ وإنعاش الموسم السياحي والاصطيافي في لبنان. وبالنسبة لهذا الموضوع أود أن أقترح أن يصار إلى تخصيص تعويضات للمؤسسات السياحية ولا سيما للفنادق التي تضررت من هذه الأحداث الإرهابية، والتضررت ليس بدفع مال مباشر، ربما بإعفاءات ضريبية أو بإعفاءات من القيمة المضافة، فهذه الفنادق اليوم ستكون في عجز بعد العجز الذي تراكم في السنتين أو الثلاث
المضيات. رح تقترح هذا الموضوع على مجلس الوزراء؟ أما بالنسبة لعمل مجلس الوزراء رح تقترح هذا المشروع على مجلس الوزراء؟ على المنهجية التي جرى التشاور بشأنها بين الرئيس تمام سلام ومختلف مكونات الحكومة، وهو منهجية من شأنها أن تسمح للمجلس أن يقوم بواجباته من دون أن يصار إلى إشعار اللبنانيين بأن مجلس الوزراء هو البديل الأصيل عن موقع الرئاسة الجمهورية. طيب مع الوزير، هذا الطرح اللي قدمته حضرتك هو التعويض على الفنادق إن بشكل غير مباشر عبر التخفيض الضريبي أو أي طريقة أخرى، رح تطرحه معليك اليوم على مجلس الوزراء؟ نعم. أوكي. في طرح آخر أيضا يتم تداوله عن موضوع التأشيرة للخليجيين، إعادة طلب التأشيرة للخليجيين بدل أن تكون مفتوحة تلقائيا فور دخول المطار. إذا ما طرح هذا يعني الموضوع اليوم، إيه؟ أفضل أستاذ شريف أن نترك الإجابة على هذا الموضوع لما بعد مجلس الوزراء لكي يتم النقاش، لأن هذا الموضوع دقيق للغاية، ونحن حريصون على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية التي كانت دائما كملوك وأمراء وحكومات ومسؤولون إلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في مختلف المراحل. شكرا لك معالي وزير العمل سجعان أزدي على مشاركتك معنا في هذه الحلقة ضمن اتصال مباشر قبل ما تدخل على مجلس الوزراء. على كل حال، تفاصيل أخرى عن هذه الجلسة سيواكبها باسل العريضي مباشرة من السرايا بعد قليل. رح يكون معكم باسل بمواكبة من مجلس الوزراء. شكرا لك معالي الوزير على هذا الاتصال. استاذ وفيق، برأيك أنه ممكن إذا انتخبنا رئيس ينضبط الوضع بلبنان وتخف؟ أنا بعتقد بالظروف الحالية الأمر سيان، يعني انتخبنا رئيس أو لا، من الأفضل أن ننتخب بالطبع، يعني لاستكمال هيك النصوص الدستورية. أنا أقول للأستاذ سجعان الأزدي أن نفس المنطق الذي يتكلم فيه هو الذي أدخل داعش إلى لبنان. كيف؟ نفس المنطق. كيف؟ يعني منطق يقول لك حزب الله ذهب إلى سوريا فأتى داعش إلى لبنان. لا، لبنان بالنسبة لداعش مسألة استراتيجية، خريطة داعش تضم لبنان. كيف بتضم لبنان؟ بتضم، بيعتبروا لبنان جزء من سوريا من بلاد الشام، الأردن جزء من بلاد الشام، الكويت جزء من بلاد الشام باعتباره بيعتبروه جزء من العراق تابع للواء البصرة، دولتهم سوريا والعراق بيعتبروا كل المنطقة تابعة لهم. المسألة استراتيجية. يعني استراتيجية داعش طبعاً. اليوم في الخريطة لبنان سوريا جزء الأردن جزء من سوريا طبعا أكيد. ماذا عن فلسطين؟ فلسطين أيضا إنما الحل الأمريكي، أنا سأتكلم عن هذا الموضوع عندما أقول أن أمريكا تريد دولتين كبيرتين في المنطقة، السعودية وهي مملكة وهابية وخلافة إسلامية تضم العراق وسوريا، سوريا بإطار الطبيعي الكبير، والفلسطينيون وليس فلسطين، أي حل الأزمة الفلسطينيون وليس فلسطين. وليس فلسطين بشكل أكيد، هناك فارق. أن آتي بالفلسطينيين، السعودية الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا المشروع الأساسي، هذا هو المشروع، مملكة سعودية وهابية خلافة إسلامية تقضي تماما على النفوذ الإيراني، تقضي تماما على احتمال تقدم صيني، تقدم روسي، تقدم لأي أحد، فيبقى الشرق الأوسط العربي ميدان أمريكي. أنا عم بحكي على عمسة جيوبوليتيك، أمريكا لم تستطيع أن ترسل قوات يعني كيف ما كان، ما بقى تحمل من 1990 إلى 2013 انتهت هذه المرحلة. نحن اليوم في مرحلة جديدة، هي مرحلة أمريكا قوة كبيرة في العالم، إنما هناك قوة أخرى تصعد. ماذا على أمريكا أن تفعل؟ عليها أن تبني أطر سياسية جديدة تحفظ لها هذه الهيمنة التاريخية. المنطقة، ما الذي سمح لداعش بأن تكبر إلى هذا الحد؟ بأن تتمدد إلى هذه المنطقة بشكل تكبر أولاً. داعش فكر زائد تنظيم زائد تمويل. من أين أتت بالتنظيم والتمويل؟ قبل الفكر كيف انتشر؟ الفكر موجود. بس كيف انتشر بهالقوة؟ انتشر بهذه القوة. وأنا للمرة الأولى أود أن أقولها على التلفزيون، الأداة هي التي تحدد المشروع. يعني أنا لا أستطيع أن أدخل إلى الشرق الأوسط بمشروع شيعي أو بأداة شيعية، أنا بدي فوت على الشرق الأوسط أقله يا بأداة عربية يا بأداة إسلامية، هكذا أستطيع أن أدخل. يبدو أنه الشيء الذي حدث على مستوى المنطقة يعني أساء للكثير من الناس. المقاومة مشروع عظيم جدا، إنما لماذا لم يكن هناك مثلا مقاومة
عربية كاملة، مقاومة إسلامية أكبر، أن هذه المشاريع هي التي التي تنفس أي إطار من إطار المؤامرات التي حدثت في المنطقة. نعم. علينا أن نسأل داعش كيف كبرت، ما الذي سمح لها، من أين أتت بالمال، من أين أتت بهذا العدد الكبير؟ صحيح، من المقاتلين لانتشرت بكل هذا النفوذ. بس بدك تسمح لي قبل ما أنتقل لداعش في المنطقة وقراءة في كل هذا الشيء، بدي أنهي بس أنا أقول الملف اللبناني. علي أن ينتبه، مش بس ما يحدث اليوم في رئيس الوزراء هو تشكيل هيئة تأسيسية بشكلانية دستورية مخيفة. يعني ما يحدث اليوم هو تغيير الدولة اللبنانية، موضوع تشكيل الحكومة، موضوع آلية عمل الحكومة. هناك 7 أشخاص سيوقعون على المراسيم، هؤلاء الأشخاص هم قوى سياسية ومذهبية في آن المعهد، وعندما لا يقبل عضو واحد أن يوقع يسقط المرسوم. هذا إلغاء للديمقراطية، هذا إلغاء لشكل الدولة اللبنانية القديمة، هذه هيئة تأسيسية جديدة تنتظر انجلاء غبار المعارك في الشرق الأوسط لكي تشكل دولة لبنانية. طب إذا نحن جزء من هذه المعارك في الشرق الأوسط وكل الأطراف في لبنان عم تفرض نفسها جزء من هذه المعارك في الشرق الأوسط، ليه ما منحاول نحمي البلد بأنه نكون بأنه فعلا نشكل هذه الهيئة التي تخفف قدر الإمكان من ضرر انتقال شرارة الشرق الأوسط إلى لبنان؟ هذا سؤال عظيم. إنما يجب عليك أن تعرف أن لبنان بلد تابع اقتصاديا لبلدان الجوار. كل بلد يعني يتبع اقتصاديا لبلدان مجاورة يتبع سياسيا لهذه البلدان. نعم. لبنان تاريخيا يحتاج إلى بلد المعبر الذي هو سوريا وبلد المال الذي هو الخليج، لذلك مرتبط بهذين البلدين. النتيجة لأزمة سوريا حلت إيران مكان سوريا باعتبار أن هناك صعود شيعي في لبنان. هذا الصعود الشيعي جعل إيران والسعودية القوى الأكثر تأثيرا على الساحة اللبنانية. قل لي كيف سيتمكن اللبنانيون من إدارة شؤونهم في ظل هيمنة القوى الإقليمية على الداخل اللبناني، وفي ظل استتباع القوى الداخلية اللبنانية لهذا المشهد الإقليمي؟ طب ما هي أعطيني اسم رئيس جمهورية واحد لم يأتي به الإقليم أو المشهد الدولي، ولا واحد. لا تصدق، منذ يعني حتى ما قبل استقلال لبنان نحن نخضع كنا للفرنسيين، بعدين يعني قوي عبد الناصر أصبح عبد الناصر يشارك الأمريكيين في صناعة الرئيس اللبناني، ثم سقط ذهب عبد الناصر. نعم. فدخلنا في العصر السوري الأمريكي السعودي. كل ما يحدث منذ 1990 حتى اليوم كان ناتجا للعلاقات الأمريكية السعودية السورية. بشير جميل جاء على متن دبابة إسرائيلية. يعني خلينا نحكي على الأمور بنصابها الفعلي. لم يحدث أن أتى رئيس جمهورية للبنان إلا اختاره الإقليم. أنا أتمنى أن أنتخب يعني رئيس جمهورية من الداخل اللبناني، إنما هذا يتطلب قوة سياسية تمسك بناصية أمرها. أعطني قوة سياسية لبنانية واحدة فقط تستطيع أن تمارس دورا مستقلا. يعني بتلاقي مثلا بيجي الزعيم اللبناني يطلق تصريحا في الداخل عن قوته وعروبته واستئساده، ثم يذهب إلى باريس فينتظر 5 ساعات لمقابلة مثلا سفير أو مقابلة نائب وزير خارجية جيفري فيلتمان مثلاً، عم بطيق مثلاً يعني ويتكلم هنا في يقول لك أنا وليس الاشتراكية الدولية وأنا زعيم الموحدين وتراه في الخارج. يعني إيه بس ما كمان اليوم إذا كل البلد مرهون للخارج، كل البلد مرهون. طب ليه ما بدنا نتواصل مع الخارج لنحاول نفك حل مع الخارج؟ ليه ما بنتواصل لنحاول نفك حل الخارج؟ لا يريد حالياً رئيس لجمهورية لبنان، ونحن نأتمر بأمر هذا. ليش لا يريد الخارج؟ لا يريد لأنه كل طرف يشعر أنه قد ينتصر وقد يحسن شروطه فيأتي برئيس موالي له. كل فريق عندما ذهب الرئيس سليمان كل القوى الداخلية أصبحت تراهن على انجلاء المعارك في سوريا والعراق. المنتصر كل طرف يعتقد أن فريقه الإقليمي سينتصر. فيحاول إرجاء انتخاب رئيس جمهورية إلى مرحلة مقبلة لحين الوصول إلى مكسب أكثر. رئيس جمهورية اللبنانية لم يعد قويا بموجب الدستور. أصبح أنا أقول لكل الأفرقاء في لبنان، عليكم أن تفكروا بالانتخابات النيابية أكثر، لأن الانتخابات النيابية هي المنتجة للحكومة ولمجلس رئيس مجلس النواب ولرئيس الجمهورية ولكل شيء. لذلك لازم نبحث في موضوع مجلس. أنا أعتقد جازما أن رئيس الجمهورية لم يعد مصدرا للقرار. القرار أصبح في مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء منتج منتجات المجلس اللبناني، والمجلس اللبناني منتج منتجات التكوينات المذهبية الخارجي. التكوينات المذهبية يعني في لبنان، ومدى تأثير المال على شراء الأصوات والذمم وإلى آخره. وبالتالي فلنتجه إلى مجلس النواب اللبناني طبعًا لتكوين مجلس لإعادة تكوين السلطات، لأنه اليوم ما يحدث في مجلس الوزراء هو هيئة تأسيسية مقنعة.
بدي انتقل لكريستين حبيب مجددا وجولة الصحف. بعد جولة الصحف بدنا نكمل بموضوع داعش في لبنان. داعش في لبنان قد ايه قوتها، قد ايه قادر الدولة اللبنانية تضبطها قبل الانتقال الى الخارج. ولكن جولة الصحف اليومية على ابرز ما ورد اليوم في مضامين الصحف اللبنانية الموزعة في بيروت وكذلك العربية والدولية الموزعة في لبنان مع كريستين حبيب، اليك الهواء. شكرا مالك. مشاهدينا، مزيد من المعلومات عن مداهمة أمس من صحيفة السفير والسفير اليوم بقلم لينا فخر الدين. الأمن العام بدأ برصد خلية ديروي الروش الإرهابية المؤلفة من 3 عناصر، سعوديان في العقد الثاني، علي بن إبراهيم بن علي السويني وعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن الشقيفي وشخص ثالث، على مدى أسبوع كامل، وتمكن من جمع ملف أمني كامل يؤكد علاقتهم بتنظيم داعش. تلقت الخلية أمس أمرا بتنفيذ هجوم انتحاري مزدوج عبر تفجير انتحاريين مجهزين بأحزمة ناسفة نفسيهما داخل أحد أكبر المطاعم في بيروت ومن ضمنه فندق كبير خلال وقت الذروة، ووجود أكبر عدد من مرتدي المطعم أي خلال متابعة مشاهدة إحدى مباريات المونديال. وبعد عملية الرصد جهزت قوات النخبة في الأمن العام لدهم الفندق بثياب مدنية بإشراف مباشر من اللواء عباس إبراهيم. وفي الوقت نفسه توجهت مجموعة من النخبة إلى الطبقة الرابعة وكانت قد تبلغت أن هناك أكثر من انتحاري في الغرفة نفسها. إذن هذه بعض المعلومات التي تفردت اليوم صحيفة السفير بنشرها. يمكنكم أن تتابعوا باقي هذه المعلومات في صحيفة السفير. وننتقل الآن إلى عكاظ السعودية. الصحف السعودية اليوم اهتمت جدا بهذه العملية التي جرت اليوم أو جرت أمس في فندق ديروي. الانتحاري السعودي الذي فجر نفسه أمس في فندق ديروي ويدعى عبد الرحمن الحميقي كان برفقة زميل سعودي آخر في الغرفة، وقد نزلا في الفندق منذ 4 أيام ولازما غرفتهما، واقتصر الخروج على أحدهما مرة واحدة يوميا لشراء الطعام، ما أحدث ريبة عند إدارة الفندق التي أبلغت الأمن العام اللبناني. مصادر صحيفة عكاظ تقول أنه عند تبلغ الأمن العام بهذه المعلومة أرسل دورية لإبلاغ الشخصين بضرورة الحضور لسماع إفادتهما، ولم يكن هناك أي أمر اعتقال. وعند وصول الدورية إلى الغرفة في الفندق قام عبد الرحمن بتفجير نفسه. ننتقل الآن إلى الأخبار، ومن الأخبار اخترت لكم اليوم مقالة الزميل إبراهيم الأمين. أمر العمليات بشن مجموعة جديدة من الهجمات في لبنان انطلق من ضرورة مواجهة النجاحات الأمنية والعسكرية لحزب الله والقوى العسكرية والأمنية اللبنانية، لكن ثغرا عملية بدت واضحة من خلال الحاجة إلى عناصر بشرية تختلف عن تلك التي استخدمت سابقا. هذا الأمر دفع بالمشغلين في الخارج إلى مد مجموعات لبنان بعناصر بشرية جاءت من الخارج وتوزعت في الانتشار بحسب خطة أمنية تجعلها غير مترابطة وتتيح لها التفلت من المراقبة. المراقبة التقنية التي تقودها جهات استخبارية عالمية أتاحت الحصول على معلومات يمكن اعتبارها كافية لإطلاق عملية التعقب من جانب لبنان، وهو ما حصل وأدى إلى إعلان الاستنفار الأمني. يقول إبراهيم الأمين إن ثمة تعاون جاد من قبل الأجهزة الأمنية الغربية، لكن هذه الحماسة عائدة إلى أن هذه الأجهزة انطلقت قبل مدة في عملية تعقب لاعتقال وتوقيف جهاديين عائدين إلى هذه الدول، الأمر الذي ترافق مع توجه واضح لدى القوى التكفيرية التي تقف خلف هؤلاء بتوسيع نطاق العمل خارج الساحة السورية والاستفادة من العناصر العائدة إلى بلادها لتوفير خدمات حيث تقيم. نبقى مع الموضوع الأمني، ومن صحيفة الجمهورية هذه المعلومة. الخلية الإرهابية في منطقة القلمون كانت تستهدف رئيس فرع المخابرات في الشمال العميد عامر الحسن على خلفية موجة التحريض التي قادها الشبان من طرابلس في أعقاب التوقيفات التي شهدتها عاصمة الشمال والتي اعتبرت أنها إهانة لأهل السنة في المدينة. إلى الأنباء الكويتية. لفتت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري إلى أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعرب خلال اللقاء مع الحريري عن مخاوفه من استمرار الفراغ وأهمية المحافظة على الوضع الأمني في لبنان في ظل المخاوف التقسيمية التي تشهدها المنطقة جراء الأحداث العراقية. معلومات الأنباء الكويتية تشير إلى أن فرنسا تحاول إيجاد ثغرة في الحائط المسدود انطلاقا من خوفها من إطالة مرحلة الشهور، وكذلك خوفا من أن تصبح انعكاسات أحداث العراق وسوريا أكثر خطورة على لبنان مما هي عليه اليوم. باريس أبدت استعدادها للذهاب أبعد في اتصالاتها، لكنها تتحاشى التورط في اللعبة الداخلية اللبنانية.
من صحيفة الأنباء سننتقل الآن إلى صحيفة الديار اللبنانية. كشفت مصادر متابعة لملف الجماعات التكفيرية أن داعش تستخدم السلاح الإسرائيلي في سوريا والعراق وتصل عن طريق الثغرات الموجودة في الحدود السورية العراقية. وأشارت المصادر إلى أن هناك علاقة واضحة بين الكيان الصهيوني وداعش. والصحف الإسرائيلية كانت قد أكدت أن حوالي 700 عنصر من داعش ممن أصيبوا في سوريا تعالجوا في تل أبيب، وهذا يدل على حجم الدعم المقدم لهم. وهي أكدت أن إسرائيل تدعم داعش العراق وسوريا بالأسلحة والمعدات والأموال وكافة الدعم التقني واللوجستي. المصادر أكدت أنه عثر على أسلحة إسرائيلية لدى داعش في الأنبار العراقية وفي بعض المحافظات السورية. ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة. كشفت مصادر عراقية أن خيار الولاية الثالثة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي انتهى بتسوية داخل التحالف الوطني اقتنعت طهران بها، وأن البحث يجري حاليا في خروجه آمنا من السلطة. المعلومات أشارت إلى أن اتفاقا أبرم بين القوى الشيعية المختلفة عدا كتلة المالكي الانتخابية بقبول أمريكي وإيراني وتحت أنظار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني تقضي برفض الولاية الثالثة للمالكي بشكل قاطع في مقابل توفير غطاء قانوني وتعهدات من الكتل المختلفة تضمن عدم مطاردته شخصيا في قضايا جنائية أو سياسية. نتابع مع الموضوع العراقي من فاينانشال تايمز البريطانية. انتقلت الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران من سوريا إلى العراق، وهو ما يقضي على الأمال في الوصول إلى حالة من التقارب بين الدولتين. إيران ترى أن السعودية تقف وراء التقدم الذي أحرزه تنظيم داعش في العراق، متهمة الرياض بتمويل جهاديين. وبحسب مستشار رئيس البرلمان الإيراني فأنه طالما أصرت السعودية على دعمها لأعمال عنف مثل ما يحدث في العراق من خلال داعش، فلا يمكن أن ننتظر أي تحسن في العلاقة بين السعودية وإيران. ونختم الجولة أيضا مع الصحافة البريطانية، ومن الديلي ميل هذا الخبر. نشر تلفزيون الصين المركزي فيديو يرصد مشهدا لرجل شرطة أوقف مواطنا لتفتيش حقيبته في ردهة أحد المباني في الشيشان. ويوضح الفيديو أن الشرطي وما إن بدأ التفتيش حتى سحب الرجل مسدسا بهدوء وأطلق الرصاص على رأس الشرطي من الخلف. الشرطة ألقت القبض على القاتل وشريكه في وقت لاحق من اليوم نفسه حسب ما أفاد مسؤولون في الحكومة الشيشانية. وقد صدر الفيديو عن الحكومة الشيشانية نفسها وانتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت. إليكم بعض الصور من هذا الفيديو. ها هو الرجل يقف خلف الشرطي يحمل سلاحه مستعدا لإطلاق النار، وها هو يضع المسدس في رأس الشرطي، وفي الصورة الثالثة يقع الشرطي أرضا بعد أن أرداه المواطن الشيشاني. إذن بهذا الخبر أختم الجولة وأعود إلى مالك. اليوم خبر بيشبه الوضع عنا. صحيح. شكرا لك كريستين حبيب على هذه الجولة. دكتور وفي إبراهيم، بعد الفاصل بدنا نكمل بموضوع داعش، وبدي أسأل عن موضوع فرض التأشيرات، لأنه يبدو أنه مجلس الوزراء أو الوزراء قبيل دخولهم إلى الجلسة رافضين الفكرة. الوزير أشرف ريفي الوزير أنه هذا المشنوء، وكذلك يعني أكثر من وزير عم بيقولوا أنه ما في داعي لفرض التأشيرات على الخليجيين. فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي دكتور وفي إبراهيم. دكتور إبراهيم، بالنسبة لداعش في لبنان، أدي عنده قوة بأنها تنتشر؟ أدي عنده قدرة أبعد من التفجيرات؟ التفجيرات هلأ الحمد لله الأجهزة الأمنية عم تعمل عمليات استباقية قبل بالأمس صباحا في طرابلس، أو بالأحرى هن من يومين ألقوا القبض على مجموعة، امبارح مجموعة بدروي عم تتحرك، بس قد ايه ثقل داعش في لبنان؟ هلا في ثقل اكيد، لانه البيئه التي تعمل فيها هي بيئه كبيره، يعني بين النزوح السوري وبعض انواع المجموعات في المخيمات الفلسطينيه وفي المدى السني اللبناني الفقير، يعني بتكون عندك بضعه ملايين، مش عم نحكي في مدى كبير تستطيع داعش ان تلعب فيها، خصوصا مع هذا التجيش الاعلامي الضخم الذي يستفيد من حركة 100 وسيلة إعلامية تلفزيونية تعمل بشكل يومي على التحريض بين السنة والشيعة، تأليف أخبار، تضخيم أخبار، كل ذلك يصب في خانة تحرك داعش في الداخل اللبناني. السؤال يا سيدي ليس من أين تأتي داعش، السؤال هو إلى أين تأتي داعش. يعني هؤلاء الإرهابيون علينا أن نعرف مع من يتعاونون في الداخل اللبناني، من يذخرهم
من يمولهم، من يحركهم. الشباب سارقين 480 مليون دولار، 486 مليون دولار من اموال العراق، بس صاروا اغنى مجموعه. هناك فئات، هناك قواعد في لبنان لهم تهيئهم تعينهم. مين هذه القواعد؟ انا اعتقد يعني هذه القواعد على الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تعرفها، لكنها موجودة في الداخل اللبناني، موجودة يعني بعض الأوكار الموجودة في غير منطقة لبنانية. أنا لا أتكلم بشكل مذهبي، أنا أقول أن يعني حرية الحركة عند داعش كبيرة، علينا أن نعترف بسبب في إلى غطاء، يعني في إلى في إلى غطاء رسمي وفي غطاء أرضية. طبعاً أكيد الأرضية. في بيئة حاضنة لها. في أنا أعتقد أنه هناك بيئة حاضنة عند بعض، يعني تعرف في مثلا. طيب بس اليوم عم تحكي حضرتك انه نعم. الرئيس سعد الحريري اللي هو يعني للاسف لما بدنا نحكي مذهبي الموضوع يعني مذهبيا الرئيس سعد الحريري رئيس اكبر كتله سنيه، ودائما توصيفه بانه راس الطائفه في الاطار السياسي. طب هذا الشخص عم بدينهم، عم يتهمهم، عم يرفض هالشيء اللي عم بيصير، وعم بيقول يجب القضاء عليهم وضبط الامن في لبنان وكله. طب كيف بيكون الله قضيه؟ انا اقدر التصريح الاخير للرئيس سعد الحريري، الا اني اعتقد انه تاخر. يعني بالفتره الماضيه عندما كان يغطي هذه الحركات اعتقادا منه بانها قابله للاستثمار السياسي ويستطيع بعد فتره ان يقضي عليها، هذا المنطق ثبت خطاؤه. هذه القوى كبرت، هذه القوة أصبح لديها تمويل خاص بها، هذه القوة أصبحت تستفيد من مئات وسائل الإعلام التي تضخ كل يوم أخبار عن الفتنة، أخبار عن الصراعات الشيعية السنية. لذلك أعتقد أنا على الرئيس الحريري أن يعود إلى لبنان وأن يمارس عملا يوميا دائما. إيه بس أنا قصدي يعني إذا اليوم فعليا الشارع السني كما يقال أنه أغلبيته مع تيار المستقبل، طيب اليوم إذا قيادة تيار المستقبل عم بدين هيدا الشيء، وين البيئة الحاضنة؟ وين الأرضية؟ لكن يعني تيار المستقبل يمثل السنة، هو الطرف الأقوى اليوم رأس هذا التمثيل اللي هو الرئيس سعد الحريري يدين هذه الأعمال. إذا أخذنا التقسيم الطبقي للطائفة السنية على عكس ما يتصور البعض، القسم الأكبر من الطائفة السنية محرومون، يعني ممكن ندخلهم بحركة أمل، وأنا أتكلم محرومون بشكل جدي. المستقبل لا يستطيع أن يداوي جروح هؤلاء. مثلا بالمرحلة الماضية كان يوزع على رؤساء الأحياء أموال، وكان في حياة سلمية يستطيع الأفراد أن يعملوا وأن يتزودوا بقليل من المال. اليوم انكشف الوضع، بس طرابلس، طرابلس 2 أو 3 منها فقراء، صحيح، أين تحت خط الفقر أيضا. أين يعمل هؤلاء اليوم؟ لا أعمال، لا أشغال، لذلك هم بيئة أساسية لمن يدفع. أنا لا أتهمهم أنهم قابلون للشراء، لكنني أقول أنه مع التجيش المذهبي، مع الفتاوى الدينية، مع كل هذه الأمور زائد دعم مادي، تجد داعش بيئة حاضنة، تجد داعش مقاتلين. أنا أعيدك إلى مقال نشر في جريدة لوموند الفرنسية من 4 صفحات، قالت أن حركة تهجير السوريين من سوريا معظمها قامت بها المعارضة السورية، ولسبب أساسي أبقوا عليهم فقراء، منعوا دول الخليج من دعمهم بشكل أساسي. ليه؟ لكي يعني يظل هؤلاء بيئة حاضنة للتنظيمات المسلحة، ولكي تستطيع هذه التنظيمات المسلحة أن تأخذهم إلى القتال، بدل ما تعلموا صيد السمك عم تعطيهم سمكة بشكل أحسن، بشكل رخيص جدا. يعني بدل ما بيكلفوك 500 دولار يوميا عم يكلفك 30 دولار أكل شرب مائي، تاخذوا على القتال بسوريا بموت. عرفت كيف؟ هذه البيئة الحاضنة، مخيمات بدار الطوق حول سوريا، هذا هو السبب. اليوم في لبنان المخيمات النزوح السوري يعني معظمها يتم شراء الافراد منها، او انه عم يدبروا الاشغال، كلها يعني تؤدي الى هذه التنظيمات الارهابية. والمؤسف وبشكل انه بعض السياسيين يدعمون هؤلاء من دون ان يدروا ان الدولة آت عليهم. هذا الفكر لا يقبل بأي فكر مدني آخر، لا يقبل حتى بالفكر الإسلامي المعتدل، الإسلام دين الاعتدال والوسطية. هل هؤلاء وسطيون؟ لا يقبلون بالآخر على الإطلاق، سواء كان سنيا أم شيعيا أم مسيحيا أم درزيا. هذا فكر قاتل، فكر قاتل. أقول لك أنا أريد أن أعيد هذا البلد إلى عصر الخوارج. هؤلاء هم ورثة الخوارج، ورثة ابن تيمية، ورثت رشيد رضا، ورثت محمد عبد الوهاب، ورثت أبي اليعلى المودودي الباكستاني. كل هؤلاء فكر واحد يقوم على أنني أنا أفسر ما قاله الله، وعليك أن تقبل بتفسيري أنا أو لا أحد. طبعا، وتفسيره يقوم على أنه هو ولي مجتمع،
هو يفكر لك، هو يتكبر عليك، هو يقول لك ماذا عليك أن تفعل. لذلك يكفينا تخلفا نحن العرب. أدي فينا بلبنان نحمي حالنا؟ نستطيع بتوافق القوى الأساسية في لبنان. إلا أنا أقول لك حتى اليوم هناك توافق في الظاهر، إنما في الباطن الأمور لا تزال تجري على ما كانت تجري عليه في السابق. المطلوب توافق سعودي إيراني، هذا أمر مطلوب. بس هذا التوافق اليوم يتجلى خلافه كان في العراق أم حتى في أكثر من نقطة. بالعراق شو عم يتجلى؟ بالعراق هناك صراع إيراني سعودي مكشوف، ما بدينا صراع. بس بلبنان توصل الطرفان إلى إنتاج حكومة، ولبنان بلد صغير وموازنات القوة معروفة. يعني مثلا إذا في حال اعتمد حزب الله نفس الأساليب، يعني طبعا ممكن نمنع فتيل ما يحصل في العراق من أن يصل إلى لبنان. بالإمكان أن نمنع. اليوم هيدا مش بداية خيط. بس هيدا فشل، هيدا دليل على أنه بالإمكان ضبطه. أوكي، عبر الأجهزة الأمنية. طبعا الأجهزة الأمنية وخدمات بعض الأجهزة الأمنية الخاصة. يعني حزب الله عنده جهاز أمني قوي جدا، يعني يعمل مع هؤلاء بصمت، لأنه يعمل. وأنا أعتقد أنه عمل إيجابي في هذه المرحلة. وحتى الأجهزة الغربية عم بتساعدنا، يعني معروف وقتها قصة ظهر البيدر قيل كثيرا أنه الألمان عطوا كثير معلومات من الموصل إلى برلين إلى بيروت، نقلت هذه المعلومات عن أن تفجير سيحصل على منطقة ظهر البيدر أو في هذه المنطقة الممتدة من 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 طبعا أنا سأفترض أن هذه الأجهزة ساعدتنا، إلا ما أين كانت طوال يعني من 2011 حتى اليوم حتى تكونت هذه التنظيمات الكبيرة. قل لي من أين دخل عشرات ألاف الأشخاص إلى الداخل السوري علناً وبرعاية الأقمار الاصطناعية الأمريكية؟ كان المطلوب أن تصل المنطقة التي وصلت إليه، وقد وصلت. لا يكفي أن يدلونا على إرهابي، هناك يعني عملية إرهابية كبيرة تشتغل المنطقة. هذه أعمال أنا أعتقد أنها في سبيل الدعاية الإعلامية. تركيا متورطة، السعودية متورطة، إيران أخطأت، هناك خطأ كبير على مستوى المنطقة. نحن العرب ندفع ثمنه وبكل تأكيد. حتى أحمي مملكة نفطية علي أن أدمر نصف العالم العربي، هذا أمر خطير جدا. اليوم مثلا أجهضوا إمكانية إحداث تحول في العلاقات العربية بإعادة الإمساك بمصر. إعادة الإمساك بمصر ضربت كل التحول في كل التحول في المنطقة، لأنه عندما تعود مصر إلى مصر السادات ولا تعمل إلا داخل مصر نكون قد خسرنا كل شيء. وعدنا إلى مرحلة مبارك، يعني ما ينتج اليوم إعادة إنتاج مبارك لعلاقات جيدة مع السعودية بضرب كل أي خط يعني قد يحدث في المنطقة. ولا تتعجب إذا ما حدث حلف عربي إسرائيلي علني ضد يعني إيران وكل العالم. اليوم الملوك يحاولون الحفاظ على ملكهم برعاية دولية. مطلوب منا في الداخل اللبناني أن نكمل أو أن نبني على التوافق الذي أتى بهذه الحكومة طبعاً، والذي سمح للأجهزة الأمنية بأن صحيح تضرب بيد من حديد لحماية لبنان صحيح. غير هيك ما فينا، غير هيك مفتوح على المجهول، غير هيك مفتوح على المجهول، مفتوح على المجهول. أنا سأقول كلمة، حزب الله لا يعتمد نفس أساليب داعش. إذا ما اعتمد هذه الأساليب فتأكد أن تفجير لبنان سهل جدا. على هذا الكلام دقيق الذي أقول لك. كيف يعني؟ يعني حزب الله مثلا لا يقوم إذا في حال جن، نفترض أنا أصيب بالجنون على قرار داعش، ماذا يحدث في لبنان؟ علينا على الأطراف الأخرى أن تفكر أن سر صمت هذا الحزب وعدم انجرافه إلى اعتماد نفس أساليب داعش إنما يعود لإيمانه بأن لبنان دور على مستوى المنطقة، ولإيمانه بأن هذه الأعمال لا يقبل بها الإسلام. أنا متأكد من هذا الكلام. كل طرف إسلامي، أنت تعرف الحديث الذي ينسب إلى الرسول عندما قتلوا شخصا تهموه بالكفر، قال لهم أفتشتم داخل قلبه؟ نلاحظ يعني مدى الدقة. حرام قتل أي مسلم مسيحي أي واحد. داخل قلبه بلاحظ مدى القتل اليوم سهل. طب إذا انقلب حزب الله وأصبح يمارس نفس الدور، يتحول لبنان إلى مذبحة كبيرة. نعم، مذبحة. على كل حال منذ قليل كمان وردت معلومات تبني على ما ورد اليوم في صحيفة السفير حول موضوع خلية القلمون الشمالية التي كانت مكونة من 5 أشخاص. يبدو أنه القاضي صقر صقر ادعى على عدد من الأشخاص رقم يفوق 15 شخص، بينهم سراج الدين زريقات، بناء لما ورد في السفير أنه الموقوفين
الإرهابيين أعلنوا أنه كانوا عم يتواصلوا معه بشكل مباشر لسراج الدين زريقات تحضيرا لوضع عبوة للمسؤول عن الأمن العام في طرابلس. 6 موقوفين وادعى على 15 شخص بينهم سراج الدين زريقات شكلوا تنظيم جند الشام في الشمال وتلقوا تدريبات بمخيم عين الحلوة وسوريا. بس يعني هذا الأمر يكفي، المطلوب تجفيف التجفيف الفكري والمالي في شمال لبنان. أنا حريص على شمال لبنان وأعرف أنهم مظلومون ربما من قياداتهم السياسية أولا التي لم تطالب لهم بحقوقهم، يعني عكار وبعض أحياء طرابلس هي الأكثر فقرا في لبنان. صحيح. هل سبب هذا هو الخلافات الفقهية بين السنة والشيعة؟ يعني لاحظ أنت لما نحط السبب الخلافات الفقهية، لا، السبب هو أن هناك نظام سياسي لبناني يدافع عن الأغنياء ولا يدافع عن الفقراء. السبب يعني من أساسه من التسعين، من لما ظهرنا من الحرب اللبنانية منطقة التبانة ما تعمرت أبدا. التبانة وجبل المحسن 1990 تاريخ دخول الليبرالية الاقتصادية إلى لبنان التي استعملت التحريض المذهبي وسيلة فقط للحفاظ على وما وصل الإنماء على يعني عكا. مثلا لما يدفعوا يعني كبار المستثمرين في الشاطئ البحري 1000 ليرة ضرائب ويمنعون الحقوق عن العمال والأساتذة في سلسلة الرواتب، ويطالب اليوم وزير قزي بتعويضات لأصحاب الفنادق الذين يسرقون الأرض العامة، هذا حقيقة أمر مريب. هناك طبقة تحكم ضد الناس، تستغل الناس، تحرض هؤلاء. داعش واحدة من هذه الأطر التحريضية التي تريد تفجير الوضع اللبناني. علينا أن نعمل بجد بشكل جديد لنزع فتيل هذا التفجير ولمنع الانفجار الكبير. بعد الفاصل الإعلاني، داعش في المنطقة، دولة داعش، يعني قد ايه ممكن تبني هذه الدولة امتدادا ومحيط سوريا والعراق قد ايه بيقبل بهذه الدولة والمشروع الأمريكي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. أعود لكم مشاهدينا وإلى الفقرة الأخيرة من برنامج الحدث. دكتور إبراهيم، قبل ما ننطلق بالمحور الأخير في هذه الحلقة والذي سنخصصه إلى حلم داعش في بناء دولته، بدي أرجع لعند إبراهيم تسوقي في محيط فندق دروي. إبراهيم، مجددا الهواء إليك، كيف هي الصورة الآن؟ هل من تطور على صعيد التحقيقات ورفع الأدلة؟ مالك، لا تزال الطرق مقطوعة المؤدية إلى فندق ديروي، لا تزال فرق الأدلة الجنائية تعمل على رفع الأدلة كما شاهدنا منذ قليل، فهناك عدد من سيارات التابعة للجيش اللبناني وسيارات تابعة للأدلة الجنائية التي تحضر إلى المكان ثم تغادر، وهناك أفراد يدخلون إلى داخل الفندق ثم يخرجون منه. بحسب المعلومات ليس يعني القوى الأمنية لا تستطيع أن تعطي موعدا محددا لإعادة فتح الطرقات هنا، ولكن بشكل عام يعني عند الصباح كانت الحركة شبه معدومة في منطقة يعني في كل هذه المنطقة، ولكن الآن بدأت تدريجيا عودة الحياة. ولكن طبعا لابد من الإشارة إلى أن المحال التجارية والمؤسسات المتواجدة في محيط موقع الانفجار لا تزال مغلقة، بعضها أتى صباحا لتفقد ما إذا كان هناك أضرار أو لا، ولكن أغلب هذه المؤسسات لا تزال مغلقة. المشهد المؤسف مالك الذي شاهدناه هو قيام عدد كبير من نزلاء الفنادق المحيطة بفندق ديروي بالمغادرة، كانوا يحملون أمتعتهم وكانوا يعني ينزلون بمساعدة العاملين في الفنادق وبمساعدة في بعض المرات لاحظنا بمساعدة عناصر من القوى الأمنية، كانوا يضعون أمتعتهم وشنطهم على عربات ويقومون بإنزالها إلى الطريق حيث بإمكانهم أن يأخذوا سيارات، وطبعا يعني قد يكونوا يقومون بتغيير فنادق إقامتهم، ولكن بحسب دردشة مع بعض المغادرين فأن بعضهم كان في إجازة إلى لبنان وقطع إجازته وهو بصدد العودة إلى بلاده. مالك، أيضا من الملاحظ أنه لم يسجل حضور أي من الشخصيات الأمنية أو القضائية إلى موقع الانفجار اليوم، الأمر اقتصر فقط على الفرق العاملة على رفع الأدلة. شكرا لك إبراهيم تسوقي على هذه المعلومات، سنعود إليك في حال ورود أي جديد حول موضوع البحث والأدلة وموقع الجريمة في حال أي تطور، في حال طرأ أي تطور على هذا الموقع.
أيضا وزير الداخلية أن هذا المشنوق يقول قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء أن الأمن متماسك وممسوك، وتم التأكد من هوية انتحاريي الروشة وهما سعوديان. تم التأكد من الموضوع، مش بقى لا يزال قيد البحث. تبين بحسب وزير الداخلية أنهم سعوديين، أنهما سعوديين. أستاذ إبراهيم، دولة داعش، هل ستنجح داعش في إقامة دولته؟ هلأ الشيء الثابت أن الذي ثبت دولته هو بشار الأسد باعتراف أوباما، الرئيس الأمريكي أوباما، الذي قال في مداخلة تلفزيونية له منذ يومين أو ثلاثة أن المعارضة السورية وهم ولا تستطيع أن تكون بديلا من الأسد، وهو سبق ووضع داعش والنصرة على أحد الإرهاب، فلا يتبقى في سوريا إلا الرئيس بشار الأسد. وأمس أتت إشارة أخرى من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أرسل رسالة تهنئة ما كان ليتجرأ على إرسالها لولا تأكده من هذا الأمر. فالرئيس عباس مرتبط بشبكة تحالفات عربية ودولية، كان من المؤكد أنه أخذ برأيها قبل أن يرسل هذه الرسالة. الملاحظة الثالثة وهي بالغة الأهمية، مشاركة طيران سوري في قصف مواقع داخل داعش في العراق. في العراق، هذا الأمر يدل على أن هناك تنسيق عراقي سوري يتقدم وقد يصل إلى مراحل متطورة. بس فعليا اليوم في جزء من الأراضي السورية وجزء من الأراضي العراقية مقتطعة بيد داعش، أزيلت الحدود، واليوم هناك سعي لبناء دولة. صحيح، أنا أعتقد أن داعش تسعى لبناء دولة رقة دير الزور زائد منطقة نينوى وصلاح الدين، يعني معظم المناطق السنية. هذه الدولة هناك يعني مثلا تركيا تؤيدها، لماذا تؤيدها تركيا؟ لأنها أول شيء تمنع إيران عن سوريا، أي تقطع خط الوصل بين إيران وسوريا. اثنين، تضعف إيران في يعني إقليم المشرق العربي. ثلاثة، هذا الإقليم الداعشي لن يكون إلا بأمرة تركيا، لأنه دولة داخلية لا حدود بحرية لها، حدودها البحرية هي من ناحية تركيا، لذلك ستكون هذه المنطقة برعاية تركية كاملة، وهذه المنطقة ستكون على تناقض مع السعودية التي تستثمرها اليوم على عكس ما يظن البعض، لأن دولة الخلافة الإسلامية تتناقض مع مملكة إسلامية، المملكة الحكم فيها وراثي، الخلافة لا، يعني تحتاج إلى شورى بينها تنتخب خليفة. لذلك مشروع دولة داعش تتناقض تماما مع مشروع المملكة الوهابية. بس فعليا هذه الدولة أداء لها حظوظ بأن ليس لها حظوظ، إنما هناك اليوم هناك سعي، هناك قوى كبرى تحاول استثمارها لتحجيم إيران. هلأ أنا متأكد بعد مدة من الزمن سيتم القضاء على مشروع دولة داعش، إنما سيتم هلأ اتفاق دولي أمريكي إيراني إلى آخره، إنما المطلوب تنازلات في أكثر من مكان. أنت تعرف مثلا النفوذ الإيراني اليوم حتى في أفغانستان موجود، يعني مش بس عند الهزارة الشيعة، لا، حتى بداخل التركيبة السنية القبلية في أفغانستان في تجانس عرقي بين الفرس والكثير من الناس الموجودين في هذه المنطقة. في باكستان في نفوذ إيراني على 25% من السكان هم الشيعة، في نفوذ إيراني بالعراق، في نفوذ إيراني بالبحرين، في نفوذ إيراني بسوريا، باليمن، بلبنان. يعني هذا النفوذ يريدون إيران متحررة من المقاطعة الغربية، إنما من دون نفوذ إقليمي. داعش هي الوسيلة لضبط هذا النفوذ الإيراني وأعادة إيران إلى داخل حدودها. إيه بس اليوم هذه الوسيلة مش ممكن تنقلب على اللي عم بحركها. أنا بتحاول بس ما بتقدر، في قوة كبرى حد منها. يعني مثلا عندك الجوار الإيراني، الجوار السعودي، الجوار التركي، زائد قوة عالمية أساسية هي أمريكا. إن اتفاق هذه الدول على إنهاء مشروع داعش ينهيها بسرعة، اتفاق هذه الدول حتى لو يأخذ 486 مليون حتى دولار، حتى لو يأخذ 50 مليار، الموضوع موضوع قوة عسكرية. أنت تعتقد أن 5000 يعني مقاتل يستطيعون السيطرة على 70-80 ألف كيلومتر مربع من دون ما تكون أخذ ضوء آخر أمريكي؟ داعش وصلت إلى ما وصلت إليه بمعلومات أمنية واضحة أتتها من جهة تركيا ومن جهة السعودية ومع الموافقة الأمريكية. داعش لا تستطيع أن تستمر بهذه الرقعة الكبيرة لأنها تصبح أهداف سهلة لكل جيوش المنطقة. لذلك مجرد اتفاق أمريكي إيراني، وتذكرني ستعرف بعد إذن أن داعش انتهت،
اتفاق امريكي ايراني. امريكي ايراني اكيد يتضمن الموافقه السعوديه. السعوديه اليوم 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 فعليا كان منذ فتره يحكى عن اتفاق سعودي ايراني او بدايه بحث في اتفاق امريكي ايراني. واتفاق السعوديه سلحفات عليها درعها هو معاهدتها مع امريكا معاهده كوينسي 1945 المستمره الى 2065 زائد نفوذ الاقليمي المالي في معظم دول الجوار. مثلا السعوديه تسيطر على 1000 مسجد في مصر زائد علاقتها بالحكومه المصريه، لها علاقات مع باكستان مع افغانستان بكل دول المنطقه. السعوديه دوله نافذه اقليميه لديها نفوذ تحاول ان تحافظ على هذا النفوذ الاقليمي الكبير في محاوله منها لاطاله عمر المملكه السعوديه. هذه المملكة السعودية مرتبطة بعاملها مش بالداخل، مرتبطة بالنفوذ السعودي الإقليمي الكبير ومرتبطة بعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذه العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تسيء لها، ولحظة اللي حاولت تعمل اتفاق مع إيران دغري ركضت على المملكة العربية السعودية وقفت على خطرة. توقف على خطرة بس بالنهاية أمريكا هي تعمل لمصلحة القوى الاقتصادية الأمريكية، تستعملهم كلنا لمصلحة هذه القوى. أنا أعيدك إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أسسوا ما يسمى الإمبراطورية الأمريكية، اسموها الإمبراطورية وقالوا إنها واجب إلهي. هذه الإمبراطورية اقتصادية ابتدأوا بها، ثم قالوا للزوم الاقتصاد تحتاج إلى عسكر وسياسة، وقالوا أن أول مبادئ العسكر أن يحتل البحر الأبيض المتوسط وهذه المنطقة بالذات. لذلك نحن اليوم مثلا في 12 قاعدة أمريكية في الخليج، ولا حدا بيحكي هنا بيحكوا عن النفوذ الإيراني. غريب، إيران لم تعتدي على بلد عربي منذ الفتوحات الإسلامية. ما كان يحدث بعد الفتوحات الإسلامية صراع فارسي تركي على الأرض العربية. تركيا كانت تحتل المنطقة العربية 400 عام، أخذت تتصارع مع بلاد فارس في العراق يمكن 150 سنة. هذا الصراع ليس عربيا فارسيا، انه صراع تركي فارسي عثماني فارسي، بس العثمانيون الذين كانوا يحتلون المنطقه العربيه اجبروا كل مراكز الفقه بالعالم العربي ان تستصدر فتاوى ضد ايران فقط لتلبيه حاجه نزاع السياسي مع الفرس. لم تكن دوله العثمانيه تمثل المنطقه، لم تكن تمثل المنطقه بس احتلت المنطقه الحقيقه، وكانت تمسك بالدين والدنيا والسياسه وكل شيء، وارغمت كل المساجد كل مراكز الفقه. واستمر هذا الصراع. استمر هلا ونحن ورثناه عندما نتكلم اليوم عن الصفويين. نحن يعني مثلا خالد ظاهر بيحكي الصفويون، هو لا يعرف، يظن ان الصفويين فرقوا ضد العرب. لا، الصفويون كانت دوله في ايران، حاربوا العثمانيين، انما وين بدهم يحاربون؟ حاربوهم في العراق في المناطق اللي كانت محتله من الدوله العثمانيه الامبراطوريه. العثمانيين كانوا يهاجمون ايران من العراق. بيقول لك الصفويون، بعض الاوقات حكي لي مره عن ابو خزنصر، هو قائد قبل الاسلام قبل تاسيس الاسلام. لاحظ انه في نوع من الخلط التاريخي، الدجل التاريخي. ايران لم تعتدي على بلد عربي منذ الفتوحات الاسلاميه. في 12 قاعده امريكيه في الخليج هي ترجمه للجيوبوليتيك الامريكي الذي يريد دائما الامساك بهذه المنطقه. السعوديه لا تستطيع ان تقاتل امريكا او تعترض عليها. السعوديه تسجل اعتراض على ترك امريكا للمنطقه. بس فعليا اذا بدي ارجع للنقطه اللي كنا انطلقنا منها بموضوع داعش، توافق امريكي ايراني بموافقه سعوديه ينهي داعش، ولم يحصل هذا الاتفاق حتى اليوم. شو ناقصه ليحصل؟ ناقصه ان تتنازل ايران عن الكثير من نفوذها في المنطقه. لا يريدون لايران ان تبقى على هذا النفوذ الكبير. مثلا سوريا نجحت، هلا اليوم النظام السوري 90% خلص. يتبقى لبنان، العراق، حتى اليمن، البحرين، يعني هناك نقاط المطلوب من إيران أن تعود إلى طهران، تقديم تنازل فيها، أن تعود إلى طهران. مصر نفسها لا يريدون لها أن تلعب دورها. مثلا قد تخصص أمريكا لمصر دور في شمال أفريقيا، يعني دور في ليبيا، لكنهم لن يسمحوا لها بأداء دور في السودان، لأن السودان بلد نفطي. السودان بلد يؤدي إلى رأس النيل، ومصر ممسوكة تاريخيا من رأس النيل. لذلك لا يريدون الحرب. اللي بتوجع هي النيل، فممنوع ممنوع ترتاح. لاحظ محمد علي باشا وكان ألبانيا فهم هذا الأمر وحاول احتلال رأس النيل فضربته بريطانيا، بينما كل الحكام العرب الذين أتوا مع محمد علي لم يفكروا بهذا الأمر. عبد الناصر بقى ناصري، عبد الناصر تنازل عن السودان وكان خطأ شنيعا اقترفه، واحد من أخطائه أنه تخلى عن السودان. اليوم سيجعلون مصر تتلهى بدور ليبي مثلا، دور القضاء على مجموعات الإخوان في ليبيا لصالح الجنرال حفتر، وهذا يؤكد أن أمريكا عادت إلى اعتماد الجيوش
ضد الناس وضد مجتمعاتها وضد الإخوان وضد كل الناس. المنطقة تنتظر وتترقب نتائج هذه الصراعات على خلفية اللقاءات الأمريكية الإيرانية. هذا الاتفاق ينهي كل معظم يعني الصراعات الدائرة في المنطقة. مش الخريطة اللي انطلقنا فيها دولة إسلامية والمملكة السعودية في مواجهة الدولة الإيرانية. إذا لم يتم الاتفاق الإيراني الأمريكي ستنشأ دولة لداعش مكونة من ثلث العراق زائد قسم من الأراضي السورية. هذه الدولة اللي هي أساساً اليوم محتلتها داعش. بعد أكثر يعني بعد ممكن أن توصل لآخر الأنبار فتحازي السعودية، لأن السعودية لازم ترفض حتى اليوم أن يكون لها حدود مع دولة داعش. تؤيد داعش تدعمها لكنها لا تريد. انظر اليوم إلى الصحافة السعودية. لا تجد صحيفة أو تلفزيون سعودي إلا ويتكلم لك أنها ثورة. نعم. يقول لك ما يحدث ثورة. إيه لأنه. عرف كيف؟ لانه عم بيقولوا انه اليوم مش بس داعش اللي عم تتحرك، عم يتحرك البعث العراقي، عم يتحرك كل من تضرر من 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 نظام نوري المالكي. هكذا يوصف يا استاذ مالك. ما الذي قمع البعث العراقي؟ السعوديه. كيف تدعم السعوديه؟ يعني اول شيء الذي اول الحمله الامريكيه على صدام حسين هي السعوديه، الذي سمح بدخول الجيوش الامريكيه من ارضه هي الكويت والسعوديه. لم يدخل جندي امريكي واحد لا من تركيا ولا من ايران. غريب، دخلوا كلهم مناطق عربية. المملكة العربية والدول العربية هي التي مولت الاجتياح الاحتلال الأمريكي للعراق. ونبكي اليوم وندعم النقشبندية تبع عزت الدوري ونحن قتلنا صدام حسين. يعني صدام حسين مثلا يتغنون به. أتعرف أن صدام حسين هو الذي تنازل عن شط العرب لشاه إيران مقابل السماح له بقتل الأكراد؟ يعني كمان نحن القومين العرب شيء مضحك، اسمه شط العرب، هل يكون لإيران شط العرب؟ العرب مش هيك؟ ها شط العرب اليوم 90% منه لإيران. الحدود البحرية يسموه خليج فارس. خليج الفارس هو اسم يوناني. اليونانيون القدماء هم الذين اسموه الخليج الفارسي، لأنه في ذلك الوقت كان في إمبراطورية فارسية ومشيخات عربية صغيرة للقبائل. على الأساس كان اسمه شط العرب. شط العرب غيره. شط العرب هو شاطئ العراق على الخليج. شط العرب هو الشاطئ العراقي على الخليج. اليوم مثلا الحدود البحرية العراقية 52 كيلومتر فقط. يعني دولة داخلية، الدول الداخلية لا قيمة عند البصرة بس طبعا فقط. 52 كيلومتر، بينما الشاطئ المحاذي لها أصبح إيرانيا وقسم من الكويت. بلاحظ داعش تنظيم لا مستقبل له إلا إذا استمرت العلاقات الإيرانية الأمريكية على ما هي عليه، أو صعدت روسيا والصين بشكل دراماتيكي وسجلت نفوذ في المنطقة كما حدث عندما أيدت أمريكا إسرائيل، فخرجت معظم الدول العربية إلى جانب روسيا وشكلت تحالف معها في وجه التحالف الأمريكي الإسرائيلي. وكان المطلوب تعرف أنت 1945 وضعت أمريكا استراتيجية في المنطقة أنه الشرق الأوسط يجب أن يقاتل الشيوعية. وافقت كل الدول العربية إلا أنه عندما انحازت أمريكا لإسرائيل خرجت مصر وسوريا وحتى ليبيا كلها خرجت وتعاونت مع روسيا ضد هذا التحالف. داعش تنظيم متخلف، أنا متأكد أن حتى السنة لا يقبلون به. هم بعض أطراف السنة المستائين من المسألة المالكي. بس اليوم قد إيه يعني هو يعني اللي اليوم عم بيقول إنه ثورة، عم بيقول ثورة على المالكي. يا أخي ثورة على المالكي. هو المالكي يعني أول شيء عندنا 30 حاكم عربي، هل في شيء واحد منهم إنه مالكي؟ كله مثل بعضه، كله هناك شيء تستغل أنت عواطف جمهور. وتجيشه مذهبيا وتحرضه مذهبيا. أنا كنت أتمنى أن يكون هناك ثورة اجتماعية في العراق يشارك فيها فقراء الشيعة وفقراء السنة وكل أنواع الفقراء ويقفون ضد هذه السلطة التي أفسدت يعني بلد فاسد. حالة شفت على أحد الفساد صحيح. العراق وموضوع معه صحيح. بس هذا مش سبب لتدمر الوحدة التاريخية للعراق. هلأ هناك محاولة لتدمير وحدة تاريخية. أنت تعرف أن العراق واحد من أقدم البلدان التاريخية في المنطقة صحيح. اليوم يحاولون تدميره. يعني كردستان مثلا لاحظ أنت، شوف كردستان كيف استغلت الخلاف العربي بين السنة والشيعة ودخلت لتشكيل دولتها التاريخية. وهلأ يبدو في توجه لتعلن ممكن استقلال. أنا بعتقد بدي يعلنوها بشكل كونفدرالي. أنا عندي أحساس بموجب القراءة لأن تركيا ما مش مصلحتها دولة كردية متكاملة. بس أين تركيا تمسك بكردستان الجنوبية أي كردستان العراق؟ تمسك بها لأنها دولة داخلية. كل الدول كمان ما عندها منفذ. ما عندها منفذ بتصدر الرفض من طريق تركيا عبر تركيا. لذلك هذه النقطة تجعل تركيا أقوى
من كردستان وتمنعها من أن تضم كردستان الشمالية التي هي جزء من الأرض التركية. أذكرك بأن أكبر عدد للأكراد في العالم هو في تركيا. صحيح. 15% من السكان. صحيح. يعني بينما بالعراق 10% وبإيران 7%. بشوف قديش الرقم كبير. وأراضي شاسعة في تركيا هي أراضي كردية. مشروع الدولة الكردية خطير جدا على 4 كيانات في المنطقة. على سوريا، على العراق، على إيران، على تركيا. صحيح. والأربعة ما بيقبلوا بقيام هذه الدولة. في هلا تركيا بتقبل بشكل كونفدرالي. كونفدرالي أنا عم بحكي بقيام دولة مستقلة. ما بتقدر. الظروف العالمية السياسية العالمية لا تسمح لكردستان بأن تصل لهذا الحد. رغم أنه أمريكا شجعت. وعملت جاهدة. وجزء من هذه الخريطة اليوم يعني إذا بنشوف خريطة العراق في تقسيمة خريطة العراق جزء كبير من العراق يذهب إلى كردستان، دولة داعش في الوسط، والدولة الجنوبية هي الدولة العراقية اليوم. اليوم الأكراد يحرضون داعش اليوم، وأنا لا أقصد بعوام الأكراد، أنا أقصد بالطبقة السياسية الكردية. يحرض على شو؟ يحرض داعش على إعلان استقلال الإقليم السني. هذا هو حظهم الوحيد. يعني هي الفرصة الوحيدة اللي بيقدروا يضمنوا فيها استقلالهم. لكي يتمكنوا من تحقيق دولة كردستان التاريخية وليس مشروع كونفدرالي. لذلك اليوم مثلا سمعت أن هناك سنة أكراد مستعدون أن يساعدوا داعش. هذا أول خيط لإعطاء داعش دفعات أساسية لكي يستكملوا. بس بمحل معين كانت عم تواجهها. يعني هلأ اليوم راوا شوف كل ما بيشعروا أن مشروع الدولة الكردية عم يخفص كل ما قالوا مصلحة يدعموا داعش أكثر. لأنه بكركوك المواجهات في كركوك كركوك فيها يعني أول شيء 80% من نفط الشمال. إيه صحيح. وهي حلم كردستان دائما أنه تنطلق من كركوك. إن عملية تقسيم العراق إلى 3 مناطق تجعل من الإقليم السني فقير، هذا الأمر حتى يعني أنا لا أقبل به. إيه هو حوض الفرات. لأنه 80% من نفط العراق بجنوب. صحيح. و20% بكركوك اللي صارت مع كردستان. بكركوك وكردستان. طب انا يعني كيف اقبل؟ اول شيء بتعرف انه الاشياء والاشياء والسنه بس ما تنسى العراق. بس ما تنسى في دير الزور. ايه دير الزور بس يعني فيها كميه يعني كل النفط السوري. ايه بس انه كميه قليله ما إيه بس كمان ما يعني بالنسبه لهم وبلشوا يصدروا اساسا يعني تركيا عم تشتري. العراق هي الدوله الرابعه في العالم. تركيا عم تشتري بس عم تشتري بس لاحظ انت علاقه يعني آل برزاني باسرائيل اصبحت واضحه، هي علاقه تاريخيه وتستمر اليوم. لذلك إسرائيل اليوم في كردستان، إسرائيل اليوم في الصورة الخلفية وراء داعش بدون أن تعرف داعش. يعني إلا مصلحة تدعم بأشكال مختلفة، قد تكلف أفراد ليسوا يهودا ولا علاقة لإسرائيل بدعم داعش. الأكراد يدعمون داعش لضرب العراق التاريخي، لتقسيم العراق، للوصول إلى إعلان استقلال، للوصول إلى إعلان كردستان. لذلك داعش خطير على العرب، خطير على السنة، على الشيعة. وأذكرك بأن الشيعة والسنة في العراق هم أقرباء، هم عرب ينتمون لنفس العشائر. هلا بتلاقي عشائر شمر قسم سني وقسم شيعي. قسم شيعي صحيح. لذلك حرام هذا يعني ما يجري. ندمر بعضنا، ندمر هويتنا التاريخيه. العوده الى العروبه مساله اساسيه ضروريه وضروريه في كل المنطقه. ختام هذه الحلقة بدي أرجع للسرايا الحكومية مع باسل العريضي الذي يواكب جلسة مجلس الوزراء اليوم. باسل صباح الخير. صباح النور مالك. كيف هي أجواء السرايا؟ يعني طبعا اليوم مالك الأجواء الأمنية ربما هي العنصر الطاغي اليوم على جميع مواضيع الحكومة، لكن طبعا هناك موضوع آلية عمل الحكومة، لا يزال هذا السجال مستمر بعد الجلسات السابقة التي لم تصل إلى أي نتيجة. في ضمن هذا الإطار كان هناك بعض المعلومات عن أن يكون هناك شبه لجنة وزارية من جميع يعني تعبر عن جميع الأطراف السياسيين داخل المجلس، هي التي تقوم بالتوقيع على المراسيم عوضا عن توقيع رئيس الجمهورية. لكن هذه المواضيع كلها ما زالت يعني في إطار المعلومات الأولية. النائب الوزير أكرم شهيب هو الوحيد الذي تحدث عن هذا الموضوع وأشار إلى بوادر أمل في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بالموضوع الأمني مالك، هناك موضوع كان بارز اليوم هو موضوع التأشيرات، تأشيرات الدخول إلى لبنان بالنسبة إلى السياح الأجانب وتحديدا العرب والخليجيين بشكل خاص أكثر. النائب نهاد المشنوق نفى هذا الموضوع وأكد أن لا نية لدى الحكومة اللبنانية بفرض تأشيرات مسبقة على القادمين من الدول العربية وتحديدا من دول الخليج، وأن هذا الأمر غير وارد في هذا الموضوع، في حين أن اللواء أشرف ريفي وزير العدل طرح أنه في حال كان هناك مطلوب تأشيرات دخول للسعوديين والدول العربية الخليجية فيجب أن يكون بالمقابل هناك تأشيرات دخول أيضا تفرض على القادمين من إيران. الوزير حسين الحاج حسن
الطلبة اعتبر أن هناك المطلوب إجراءات أكبر بالموضوع الأمني، وأسأل المسؤولين ما هي سبل مواجهة الإرهاب، في حين أن الوزير محمد فنيش فيما يتعلق بموضوع التأشيرات قال أنه مهما طلب الأمن وما هي يعني شو ما كانت الظروف والتداعيات الأمنية والدواعي الأمنية فهو سيمشي بها ويقبل بها، سواء كانت بموضوع التأشيرات أو غير ذلك. إذن مالك، هذه هي أبرز أجواء ما قبل جلسة مجلس الوزراء التي بدأت منذ بعض الوقت. على كل حال بدنا ننطر انتهاء هذه الجلسة لنرى النتائج فعليا على الصعيد الأمني أم على الصعيد السياسي. اليوم الجلسة بشقيها. على كل حال بكون معك باسل العريضي من مجلس الوزراء من السرايا الحكومية لموافاتنا في أي جديد في حال وروده. أستاذ إبراهيم، دكتور وفي إبراهيم الخبير الاستراتيجي والباحث السياسي، أنا بدي أتشكر حضورك معنا في هذه الحلقة. إن شاء الله نكون قدرنا اليوم هيك ضوينا بشكل مفصل على التطورات في المنطقة، ما يرسم من خريطة لهذه المنطقة. بالنسبة للتأشيرات كلمة واحدة، لبنان بلد يعتاش على قطاع الخدمات، 2/3 من اللبنانيين يعملون في قطاع الخدمات، صحيح، و1/3 يستفيدون بشكل غير مباشر. قطاع الخدمات من ضمنه النظام السياحي. طب إذا عملت أنت تأشيرات، مع خبر بيموت قطاع الخدمات اللبناني؟ بيموت كله طبعا، يعني ما لذلك هذا لا أكيد. قطاع نظام التأشيرات نظام يعني يقضي على السياحة في لبنان. أنا بتشكر كثير. أهلا وسهلا فيك دكتور وفي إبراهيم في هذه الحلقة، وعلى أمل اللقاء القريب في حلقات مقبلة لمزيد من القراءة في الأحداث والتطورات. مشاهدينا بكون معكم في حال ورود أي جديد، أكان من السرايا الحكومية أم حتى من موقع التفجير بالأمس في محيط فندق دوروي أم حتى من المستشفيات التي تجول عليها زميلتي دارين دعبوس. في حال ورود أي جديد سنعود إليكم في ملاحق مباشرة. بالنسبة لبرنامج الحدث انتهت الحلقة، إلى اللقاء.